مستشفى مستشفى نما قاموا بعدة ورشات في المدينة ديال الهدايات في الشوارع في طرف الجداريات، كذلك في المعهد البحري الصيد البحري مع الطلبة ومع البحارة في باب ميناء ديال الهدايات، وقاموا بتوزيع ديال الخفيفات الشيولات اللي باش اللي هما مصنوعين من الحاجة الطبيعية، تفاديا باش نبعدوا على هذا النوع ديال هذا البلاستيك وهاد اللي الحاجات المتلاشيه اللي هي ما كتذوبش دغيا واللي ما كتضيعش دغيا واللي هي كتاثر بيئيا لا في المجال البيئي داخل اليابسه ولا في البحر. كما هو معروف الاخوان البحاره انهم ولاو كيعانيوا من هذا المشكل هذا ديال هذا البلاستيك ومن هذه المتلاشيات اللي كتسيب في البحر. انا الصيد التقليدي خصوصا انا كيصار بواحد النوع ديال الشباك اللي هي كتلوث او كتجمع هاد النفايا ديال البلاستيك اللي هي قرعة الماء ودانون واي حاجه اللي هي مصنوعه من البلاستيك، وما اكثرها اليوم كاين موجوده ان جميع ديال الاغلبيه ديال البحاره انما كيخرجوا المسائل ديالهم ديال الاطعام، يعني ما ياكل وما يشرب في البحر كيخرجها في البلاستيك. حتى ديك الغليف ديال المندرينا حتى هو كيأثر، وانتم ادرى بهذه المسائل هذه ديال اللي انتم اصلا راه كتهزوها في هذا الشباك ديالكم وكتشوفوها على شكل يومي. وكانت واحد البادره حسنه منهم الاخوه راهم حاضرين هنايا، ما نسميش الاسماء، منهم السي مصطفى وحاضر معنا هنايا، كانت عنده واحد البادره اولى انه كان كيجمع ديك النفايا من البحر من الشبك ديالو وكيجيبهم حتى للمرصى وكيحطهم. غير الاشكال انه ما صابش التشجيع في ديك اللحظه هذه، وجميع الاخوان انهم حسوا بديك الخطر اللي هو كيروج بهم وبديك التمارين اللي كتعاود على شكل يومي، انهم حتى لاحظوا كانوا كيلاحظوا ان الحاجات اللي كانوا كينقيوهم من ديك النفايا وكيوليو يسيبوهم غدا ولا بعدو كيلقاها هي نيت بكل شيء ديالها في نفس الشبكه عاوتاني، وكديروا وقت وكديروا مجهود وكتعبوا انه لا هما على ديك الشيء هما فكروا باش يبقاو يجمعوا ديك النفايا ويدخلوها حتى للميناء ويحطوها. كذلك انهم لاحظوا بزاف ديال المناطق اللي تاثرت بيئيا واثرت على واحد الانواع ديال السمك اللي ما بقاتش. نذكر على سبيل المثال واحد النوع ديال السمك اللي ما كان كيرد له بال حتى شي واحد، اللي هو كان تقريبا كان كيتعرض، هو النوع ديال الحلامه، وخصوصا الاخوان اللي يسكنوا قدام التشاليات ويكونوا قدام الشاطئ ديال البحر، ان كانت الحلامه كانت موجوده. اليوم ما بقيناش حتى كنشوفوها، يعني قلالات بزاف. حنا كان مول الصنارة كان كيشبرها، ولكن كيهود يصطاد بشي طريقه قليله في حشيد البحر كيشبرها، ولكن كيهود يدير النشاط ديال الصيد كيشبرها. اليوم ما بقاتش، كانت واحد الفتره كثيره. هذا اي واحد النوع ذكرناه، اما هما انواع بدات كتاثر، ما نقولوش هو كاين فيه تاثير بزاف على الثروه السمكيه، ما جاتش غير من خلال هاد البلاستيك وهادي، كاين التسمم، كاين ديال الزراعه، كاين ديال المعامل، كاين بزاف ديال الحالات. انما كنا كنشوفوا حنا حتى ديك الانواع ديال الربيع اللي كانت في التشاليات ديالنا في المجديد ولا في البلايا، كان كيخرج واحد الوقت ديال الحصاد، سبحان الله العظيم كان كيخرج واحد الكميه كبيره ديال الربيع، واللي هي ديك الربيع محتاجه به البيئه البحريه اللي عليه كيعيش ديك الحوت الصغير والحوت الكبير، وواحد كيعيش على واحد ديال الدوره ديال العيش ديالها. ما بقاش هذيك الانواع ديال ديك الربيع، ما بقاش من بين الاسباب ديالو هو ان ديك الحجر فين كيكبر تلوث، التلوث منه المياه العادمه، منه السموم ديال الزراعه، منه السموم ديال المعامل، كلشي ولا كيكون في الواد، كلشي كيكون في الماء الجديد، كلشي كيكون هذا هو كان سميتو الماء الجديد. علاش تسمى الماء الجديد؟ لانه هو كان معروف عليه حجم فوق، غادي تشوف القاع ديال الحجره وغادي تشوف الحوته كتضرب فيها الشمس كتضرب بضرب عينات، هنا كان واحد النوع ديال الماء نقي، اليوم ولا ملوث مسكين. إذا نكتفي بهذا القدر هذا ونعطي